كنت في العمل أو حتى في العاطفة، كنت على أرض مش ثابتة، كنت خايف، كنت شاعر بعدم الأمان، ولكن رح يصير، خلينا نقول على صعيد العمل. إذا كان هذا الموضوع على صعيد العمل، ففي شخص ممكن تكون طاقته هوائية رح يساعدك في العمل، يعني لا تتجاوز مشاكل معينة أو لا تتجاوز أشخاص معينين. وكمان حتى في العاطفة عم بشوف شوية خيانة من الأصدقاء، ولكنك مرتاح، يعني اللي هو أوكي انجرحت منهم أو من الشريك، ولكنك شايفك كتير عقلاني، بطلت كتير تفكر بقلبك وبالحكي الفاضي وكذا، واشتقت له ما اشتقت له، هو مش داري عني لا، عم بشوفك تاخد قرارات، خلص انتهت عندك مرحلة الجروح أو الصدمات، صرت ضد الصدمات يا برج الجوزاء، صار عندك كل شيء عادي، يعني حتى لو تنصدم، يعني ناس تاني ينصدم من الموقف، انت بالنسبة لك بطلت تنصدم من كتر الموضوع. شايفيتك كتير دبلوماسي هذا الشهر، شايفيتك عم بتحقق كل أحلامك، يعني عم بتوصلك تطمينات، بتوصلك بشائر خير، وخاصة إذا الموضوع كان عن سفر، عم بيكون في عندك سفر أو تجهيز أوراق لسفر، في شخص عم بيساعدكم في هذا الموضوع، هذا الشخص عم بيكون فعلا قادر يساعدكم وفعلا صادق وراح يساعدكم في هذا الموضوع، سفر أو عمل. عم بشوفك بالعمل دبلوماسي كتير، عم تتحمل ناس كتير بلا طعمة، ناس يعني لا يحتملوا، عم بتحاول إنك تمتصهم أو تحتويهم بس عشان تحقق مصلحتك النهائية أو غايتك، وعم بتحققها على نهاية الشهر. عم بشوفك أنت والشريك، إذا كنتوا في بناتكم شوية بلبلة، لأني عم بشوف شوية بلبلة هون بينك وبينه، إذا كان في انفصال أو تباعد، عم بشوف شيء بيحرك الأمور. على فكرة في طرف ثالث قوي جدا جدا، ولكن انتصارك رح يكون عليه على مراحل، مش مرة واحدة، بلش تنتصر على هذا الشخص. والتطمينات اللي قلنا عنها كمان مش بس على سفر، ممكن تكون على الصعيد العاطفي. عم بشوف الحبيب كتير بيراقبك، انت كتير بتراقبه، في بداية خلينا نقول غير متوقعة بيناتكم، من بعد ما خلص صار انه رجوعكم مستحيل، لا عم بشوفكم الحب اللي عندكم اياه عم بيرجعكم لبعض، وفي طاقات سلبية عم بتحاول تبعد بناتكم، طاقات سلبية ممكن تكون عندك أو عنده، فرح تنتصروا على هذا الموضوع. هذا أكثر إشي كان بالنسبة لبرج الجوزاء، شايفة في حب جديد للناس اللي ناطرين حب، للناس اللي ما عندهم. خليني أشرح شغلة بس، بالنسبة للناس اللي بيقولوا أنا دايما بضمر على شخص جديد بيطلع لي الشخص القديم، ليش هذا الموضوع بيصير؟ لأنك لسه ما طلعته من طاقتك، لسه عم تفكر فيه، لسه عم تستناه، فالكون ما عم يفهم عليك أنت شو بدك، عقلك الباطن ما عم يفهم عليك أنت شو بدك، أنت ساعة بتتذكر القديم وساعة بتحكي أنا بدي واحد جديد. ما دام الإكس تبعك لسه موجود في طاقتك، ما في شيء جديد. فأنا شايفة برج الجوزاء لسه في عندهم تعلق، لسه عم بيحاولوا إنه يتخلصوا، في مجموعة منهم يتخلصوا من طاقة شخص قديم، فهذا الشهر مؤجل انه يتعرفوا على شخص جديد، للناس اللي حابين انه يتعرفوا على شخص جديد، مع انه شايفة في معجب، ممكن يكون برجه ناري او هوائي، طبعا قمري شمسي طالع مو شرط الشمسي، فعم بشوف هذا الشخص عم بيسأل عنك أشخاص، أو عم بيحاول يدرسك من بعيد، بيحاول يعرف مثلا مين أهلك كذا، من وين أنت، ولكن هذا الشخص خلينا نقول من بيئة تانية،
من مش لغة، من طائفة ثانية. المهم في اختلاف بينك وبينه، ممكن كمان يكون في بالسن، علشان هيك هو متخوف منك من الرفض، عشان هيك ما عم يقرب هذا الشخص. طب خلينا نشوف للي عندهم شريك أو منفصلين عن شريك، خلينا نشوف العقل الباطن تبعه أكثر شيء في براسه أو شو عم بيصادف. نفس موضوعك، زي ما أنت متعلق فيه هو متعلق فيك، هو عنده كمان إدمان عليك هذا الشخص، في عنده إدمان عليك، عم بفكر فيك بطريقة شوي سيكتشوال هاي الفترة، شوي عم يشتاق لك من هديك الناحية أكتر إشي. أنا آسفة بس يعني هيك طلع الكرت، بس حلو إنه عم يشتاق لك يعني، وعم يتخيلك وعم يحلم فيك بالليل. شايفيته في طاقة تشتيت، ما في عنده اللي هو خلينا نقول الأمور واضحة، الأمور كذا، عم بفكر فيك بطريقة شوي خاطئة، وصلت له امور، او انه شاكك انه انت مع حدا تاني، او يعني في امور واصلت له او عم يستنتجها بشكل غلط. فانت حاول تصلح هاي الصورة بطريقة غير مباشرة، فهو عم بفكر بهاي الفترة بهذا الشكل. بيقول لك خلي الرحمة والتسامح انها تكون من اولوياتك هذا الشهر او هذا الفتره في هذا السيتويشن اللي انت فيه. بيقول لك قد ما غلط الطرف الثاني او كذا، اعطي فرصه اخرى، كون رحيم مع هذا الشخص. ما بتعرف ايش ظروفه كانت، او ممكن مش عاطفيا، ممكن بالعمل، ممكن الاصدقاء. فبيقول لك اعطي فرصه ثانيه يا برج الجوزاء، وانت من الناس اللي ما شاء الله بتعطي فرص كتير، يعني انسان هيك حنون كتير برج الجوزاء. بيقول لك روح بيوند، روح ورا التحديات اللي هلا الحالية، روح وراها وركز بالاشياء اللي بترغب فيها. يعني اذا بدي كتير يعني اذا بدي افسره، انه ما تهمك التحديات الحالية اللي عم بتمر فيها، خليك فوكس، يعني خليك مركز بس على الاشياء اللي بترغب فيها. زي ما قلنا قبل شوي، يعني ما تخلي انه الناس تخليك تروح هيك وهيك عن اهدافك، لا خليك ورا هدفك في هذا الموضوع، في اي موضوع كان في حياتك يا برج الجوزاء. انت حاليا وكأنه في موضوع معين، بدوامة معينة فتت فيها ومش عارف تطلع منها، فبيقول لك اقصر طريق لك انك ترجع. انا ما بعرف شو السيتويشن تبعك، ممكن يكون عاطفي، ممكن مشروع انت بلشت فيه وحسيت حالك انه بمتاهة او ما في حلول لهذا الموضوع، فبيقول لك اقصر طريق انك الرجعة، خط الرجعة، لانك خط الرجعة انت عارفه، بس اللي قدام ما بتعرفه، وكأنه عم يعني بيحذرك من موضوع اللي هو التشتت، والممكن انه ناس يعيشك باوهام. فبقول لك اسهل اشي انك ترجع لورا، ترجع مكان ما بلشت اذا كنت شاعر بالتشويش. هون بقول لك stop thinking and start breathing. بقول لك بكفي تفكير، بكفي تعب، بكفي انك تتعب حالك، حب حالك اكتر، تنفس التنفس الصحيح اللي بنعرفه زي مديتيشن زي شيء. فحاول انك تعمل هاي الامور، روح على الطبيعة، ارجع للطبيعة، حاول انك ترفه عن حالك شوي. بكفي تفكير يا برج الجوزاء، التفكير ما رح يجيب لك شيء، بالعكس. هون طلع مقلوب، بيقول له بيحكي لك get some rest، خد لك راحة أو كذا، بما إنه طلع مقلوب عم بيقول لك لا بالعكس، اشتغل، استغل هاي الفترة، أنا شايف الأوراق هاي الفترة الحظ معك، فإنه حاول إنك تشتغل على قد ما فيك. طلع لنا كمان قبل شوي إنه تعمل مديتيشن وكذا، بس ما دخل موضوع المديتيشن وهاي الأمور في إنك تاخد ريست أو راحة أو فاكيشن، مش الوقت المناسب للفاكيشن هلا.
خلينا نشوف. طيب كروت التحذيرات بيقول لك يا برج الجوزاء إنه في ظلم معين، مش ظلم اللي هو المعنى الكبير، لا، ممكن تكون حكمت على شخص حكم غلط، مش إنك ظلمت ظلم كبير. فبيقول لك حاول إنك تصحح هذا الموضوع، هذا الموضوع رح يرجع عليك بكارما، رح يرجع عليك بسوء لو انت ما صححته. فانت اذا غلطت في حدا معين، اذا كان في شخص معين حكمت عليه حكم غلط او كذا، ارجع بتفكيرك وارجع برأيك شوي لورا، حاول تدرسه اكثر لحتى يعني تعطيه اكثر حقه. كمان أكثر إشي عم بشوف إنه تحذير من الناحية المادية، كمان بالنسبة لبرج الجوزاء من الناحية المادية، إنه بقول لك امسك إيدك شوي هذا الشهر، لأنه خلينا نقول رح يكون الشهر اللي تعمل فيه بذخ، وفيه مال وفيه كذا، لكن أنت حاول توفر، لأنه الشهر اللي بعده رح يكون شوي صعب ماديا. فهذا بشكل عام بيقول لك خلي عندك الإيمان والسكينة والطمأنينة، صح الأمور اللي حواليك، بما معناه صح الأمور اللي حواليك، لا تدعو للأمان، للشعور بالأمان، ولكن أنت في عناية إلهية، أنت بروتكتد من الملائكة، فلا يعني لا كثير إنك تخاف من الأمور المادية، لأنه روحانياتك حلوة وهذا الإشي رح يخدمك بالفترة الجاية. خلينا نشوف أوراكلز. نفس الكارت اللي طلع معانا قبل شوي، بيقولنا when you release negativity، أول ما تطلق السلبية اللي في حياتك أو الأفكار السلبية، رح تاخد الجواب على صلواتك أو على الأدعية اللي عم تدعيها. إذا كنت مستغرب إنه الأدعية لا ما عم تستجاب لإلك، فالسبب إنه في جواتك طاقات سلبية أو تفكير سلبي أو تراكمات سلبية عم بتصد هذا الموضوع، فكون حريص من هاي الشيء. بيقول لك في يعني كتير 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 حلو هذا الكرت، بيقول لك في كنز يعني مخبى، في أحداث غريبة عجيبة رح تحصل على هذا الكنز. الكنز ممكن يكون معنويا وممكن يكون ماديا، يعني مجوهرات لولو كذا، لا أنا بشوفه أكثر ممكن يكون هدية من شخص عزيز، وهاي الهدية ممكن تكون ذهب أو شيء له علاقة، يعني شيء ثمين، شيء ثمين، ما بعرف. إذا كنت بنت ممكن يكون مجوهرات، وإذا كنت شاب ممكن يكون سيارة، فنيالكم نيالكم اللي بيوصلكم هدايا. كل الناس بتحب الهدايا. هون بيقول لك هيلينج، اكثر اشي بحس هذا الكارت انه مش هيلينج بالنسبة لإلك بس، انه انت الهيلر، انت اللي بهذا الشهر راح تتبنى دور اللي بتشفي، اللي بتساعد الناس، في ناس راح يستشيروك في مواضيع، في ناس بحاجتك. شايفة أكثر إشي في من العائلة شخص عم بيواجه شوي مشكلة صحية، فعم بحكي لك إنه ساعد.